السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلاب الصف الأول الثانوي، أهلا وسهلا بكم على قناتكم المفضلة بيزا فيرست خليج الأول. معكم أحمد الفيومي معلم الرياضيات. هنكمل إن شاء الله النهاردة مع بعض باقي دروس الجبر. إحنا كنا أخدنا الدرس الأولاني اللي هو الأعداد المركبة، إن شاء الله النهاردة هناخد درس تحديد نوع جذري المعادلة التربيعية. المعادلة التربيعية دي اللي هي على صورة أ س تربيع زائد ب س زائد ج. عايزين نعرف نوع الجذرين اللي بيطلعوا. إحنا عارفين طبعا اللي هو بيطلع لي جذرين، يا ترى نوع الجذرين إيه بقى؟ هندخل ان شاء الله على الدرس اللي هو تحديد نوع الجذري المعادله التربيعيه. المقصوره العامه طبعا المعادله اللي هي ا س تربيع زائد ب س زائد ج زي ما خدناها في ثالثه اعدادي. الالف ده اللي هو معامل س تربيع، ب معامل س، الج اللي هو الحد الايه؟ الحد المطلق. ايه يا مستر نوع الجذري؟ احنا طبعا عارفين ان المعادله دي ليها كام جذر؟ ليها جذرين تربيعيين. طيب يا ترى شكلهم عامل ازاي بقى؟ تعالوا نشوف هنعرف ازاي. طبعا لو نفتكر مع بعض القانون العام كده كان بيقول لي س بتساوي سالب ب زائد او ناقص ب تربيع ناقص 4 ا ج على 2 ا. من خلال القانون ده كنت بقدر اجيب جذري المعادله. طب دلوقتي انا عايز اعرف نوع الجذرين من غير ما احلها. قال لك هناخد المميز. ايه المميز ده؟ قال لك الجزء اللي تحت الجذر اللي هو ب تربيع ناقص 4 ا ج. طيب ده اسمه ايه؟ بسميه المميز. من خلال المميز ده هقدر احدد نوع جذري المعادله. أول حاجة لو كان المميز دوت اللي هو ب تربيع ناقص 4 ا ج أكبر من الصفر. يعني إيه كلمة أكبر من الصفر؟ يعني موجب. مال يا مستر؟ قال لك لو كان المميز أكبر من الصفر يبقى عندي جذران حقيقيان مختلفان، يبقى حقيقيان مختلفان. يبقى أول حاجة عندي المميز بتاعي هجيبه في المسألة، لو طلع موجب أستنتج على طول إن الجذرين حقيقيين مختلفين. طيب لو المميز بتاعي ب تربيع ناقص 4 ا ج طلع اقل من الصفر، يعني ايه اقل من الصفر؟ يعني عدد سالب. استنتج ان الجذرين هيكونوا مركبان غير حقيقيان. دي الجديده عندنا طبعا، احنا خدنا الاعداد المركبه وعرفنا ان في حاجه عندنا اسمها اعداد تخيليه، من خلالها تخيلي توصلنا لاعداد جديده اسمها الاعداد المركبه اللي هي عباره عن جزئين، جزء حقيقي وجزء ايه؟ جزء مركب. يبقى أول حاجة هجيب المميز بتاعي، لو طلع المميز عدد موجب يبقى عندي جذران حقيقيان مختلفان. إيه الأعداد الحقيقية ديت؟ اللي هي ما فيهاش ت خالص. طيب لو طلع عدد سالب بيطلع عندي إيه؟ جذران بس مركبان بس غير إيه؟ غير حقيقيان. طيب فاضل واحدة، لو المميز بتاعي كان بيساوي صفر هستنتج إيه؟ إن الجذران بتوعي ب تربيع ناقص 4 ا ج بيساوي صفر، يبقى الجذران حقيقيان متساويان. يعني يا مستر؟ يعني الحلين زي بعض، يبقى حقيقيان متساويان. يبقى انا دلوقتي عندي ثلاث اشكال المميز. اول حاجه موجب يبقى الجذران حقيقيان مختلفان. طيب لو طلع سالب يبقى الجذران مركبان غير حقيقيان. لو طلع المميز بيساوي صفر يبقى الجذران حقيقيان بس متساويان. يلا السؤال بيقول ايه؟ حدد نوع جذري المعادلات الاتيه. طبعا انت وقف الفيديو وحلهم، بعد كده شغله وشوف راجع الحل معايا. تعالى بص كده بيقول لي حدد نوع جذري المعادلات. احنا قلنا هنجيب ايه؟ نجيب المميز. ايه المميز ده؟ اللي هو ب تربيع ناقص 4 ا ج. ايه ب؟ معامل س ا، معامل س تربيع ج اللي هو الحد المطلق. يلا يبقى المميز بتاعي اللي هو ب تربيع ناقص 4 ا ج هيساوي، يلا ال ب هنا باخد طبعا العدد باشارته هيبقى سالب 3، اوعى تنسى الاقواس، اس 2 ناقص 4 في ا اللي هي بكام؟ بواحد، ج اللي هي عندي بكام؟ 4. نحسب سالب 3 اس 2 يديني 9 ناقص 4 في 4 اللي هي بكام؟ ب 16، 9 ناقص 16 هيديني سالب 7. ايه ده؟ ده المميز طلع ايه؟ اقل من الصفر، يبقى اذا نوع الجذرين ايه؟ حقيقيان او مركبان غير حقيقيان. يبقى هنا الجذران مالهم؟ مركبان غير حقيقيان. خش على المثال الثاني برضه هنعمل نفس اللي عملناه، اللي هو هنجيب المميز اللي هو ب تربيع ناقص 4 ا ج. الب هنا بكام؟ سالب 6، يبقى سالب 6 اس 2 ناقص 4 في ا اللي هي بكام؟ اللي هو معامل س تربيع بواحد، في ج اللي هي بكام؟ اللي هي ب 9. نحسب 6 سالب 6 اس 2 اللي هي بكام؟ 36 ناقص 4 في 1 في 9 تديني برضه 36. 36 ناقص 36 يديني صفر. ايه ده؟ ده المميز بيساوي صفر، اذا الجذران حقيقيان متساويان. طيب ندخل بقى على المثال دوت. طبعا ده مثال من الامثله المهمه، وطبعا في النظام الجديد عندنا اسئله اختياريه.
بس احنا هنحله طبعا كانه سؤال مقالي، حتى لو جالك سؤال اختر برضه فهتضطر تحله كانه سؤال مقالي. بيقول لك اذا كان جذر المعادله يعني الجذرين بتوع المعادله اللي قدامي دي 3 س تربيع ناقص 6 س زائد ك بيساوي صفر، هما متساويان، اوجد قيمه ك متساويان. احنا اتفقنا عندنا ثلاث حاجات، ثلاث اشكال المميز، اكبر من صفر يبقى جذران حقيقيان مختلفان، بيساوي صفر يبقى جذران متساويان حقيقيان متساويان، طبعا اقل من الصفر اللي هو السالب بيبقى جذران مركبان غير حقيقيان. هنا بيقول لي ايه؟ جذر المعادله متساويان، استنتج بايه؟ اهو يبقى الحل عندي بما ان الجذرين متساويين يبقى المميز بتاعي هيساوي كام؟ هيساوي صفر. ايه ب؟ زي ما اتفقنا ب معامل السين، الالف معامل السين تربيع، الجيم اللي هو الحد المطلق. نبتدي نعوض، بيقول لي ب تربيع يعني سالب 6 اس 2 ناقص 4 في الف، الف بكام عندي؟ معامل السين تربيع اللي هو ب 3 في جيم اللي هي بكامله موجب ك، كل ده بيساوي كام؟ صفر. لو هتلاحظوا كده هتلاقي عندي ظهر معادله في المجهول اللي عندي اللي اسمه ايه؟ اللي اسمه ك. نبتدي نحسب سالب 6 اس 2 ب 36 ناقص 4 في 3 يبقى 12 ك. طبعا دي معادله، المعادله تقول اعدادي، احنا خلاص اتنقلنا من مرحله اولى ثانوي لمرحله اولى اعدادي. طبعا المشكله ان طالب في اولى ثانوي ما عرفش يحل مساله زي كده. طب دلوقتي انا عايز اجيب قيمه ك فبتخلص من كل اللي معاه. اول حاجه هنتخلص من ال 36 دي، تروح الناحيه الثانيه باشاره عكس، يبقى سالب 12 ك هتساوي سالب كام؟ سالب 36 بالقسمه طبعا على سالب 12، ها هنا على سالب 12 وهنا على سالب 12، يبقى الكاف بتساوي كام؟ بتساوي 3. طبعا السؤال ده هيجي لك اختر، طبعا هتضطر تحل كل المساله وتجيب قيمه الكاف وتختار الاختيار الصحيح. ندخل على المساله الثانيه، بيقول لي اوجد قيمه كاف، ده نفس الفكره بس تعال نشوف. اوجد قيمه كاف التي تجعل المعادله 5 س تربيع زائد 4 س زائد ك بتساوي صفر، جذرين حقيقيين مختلفين. احنا لسه قايلين يعني ايه جذرين حقيقيين مختلفين؟ يعني المميز اكبر من الصفر. يبقى المميز بتاعي ب تربيع ناقص 4 ا ج اكبر من صفر. الفرق بين المساله دي والمساله دي لو ركزت هلاقي هنا عندي معادله اما هنا عندي ايه؟ متباينه. هيبقى نفس الحل بالظبط بس الاختلاف، هنا معادله وهنا ايه؟ متباينه. شوف يلا نعوض، ب ب هنا بكام؟ بموجب 4 بالاشاره، يبقى 4 اس 2 ناقص 4 في الف، الف بكام؟ 5 في ج اللي هي عندي اسمها ك، كل ده اكبر من الكام؟ اكبر من صفر. نبتدي نحسب 4 اس 2 يديني 16 ناقص 4 في 5 ب 20 ك، كل ده اكبر من صفر. ده لو تلاحظ نفس الشغل بالظبط بس الاختلاف، هنا معادله وهنا ايه؟ وهنا متباين. طيب نبتدي ننقل اي حاجه جنب الكاف، لان انا عاوز اجيب قيمه الكاف، نودي 16 الناحيه الثانيه بعكس الاشاره، يبقى سالب 20 كاف اكبر من سالب 16. طيب انا عاوز اجيب مين دلوقتي؟ عاوز كاف، فهنضطر نقسم على اللي جنب الكاف اللي هو كام؟ سالب 20. خلي بالك في حاله المتباينات القسمه على سالب بنعكس العلامه، يعني ايه يا مستر؟ هتبقى تقسم هنا على سالب 20 وهنا على سالب 20، ايه اللي يحصل؟ علامه التباين تتعكس على طول. هنا دول هيتقسموا مع بعض، هنا واحد يطلع لي كاف اقل من، بالاختصار طبعا هتطلع 4 على كام؟ 4 على 5. يبقى قيمه كاف اللي انت عاوزها هنا لازم تكون اقل من 4 على كام؟ على 5. طب دي اكتبها ازاي؟ بتتكتب على شكل فتره، دول كاف تنتمي للفتره. اصغر يعني ايه اصغر؟ يعني كل الاصغر من 4 ل 5 يبقى رايح للسالب ما لا نهايه، يبقى من سالب ما لا نهايه طبعا لغايه 4 على 5. واحد يقول لي هو انت ليه ما كتبتش 4 على 5 الاول؟ نرجع لثاني اعدادي في الفترات لازم يتكتب الصغير الاول. طب ايه السالب؟ مين اصغر هنا؟ يا مستر ده السالب ما لا نهايه دي تعبر عن اصغر عدد ممكن، لكن مش هي اصغر عدد، ده هي تعبر عنه، فتتكتب في الاول وطبعا على طول مفتوحه، وهنا عشان ما فيش يساوي تبقى ايه؟ تبقى مفتوحه. ندخل بقى على مثال ثالث اهو، بيقول لي اوجد قيمه كاف التي تجعل المعادله، ايه يا مستر ده انت لسه كاتبها؟ لا ركز كده في الجزء المطلوب، بيقول لك مركبين غير حقيقيين، ان احنا لسه حللنا، بيقول لك حقيقيان مختلفان، يبقى المميز اكبر من الصفر. طيب خش على مثال ثالث كده، بيقول لي اوجد قيمه كاف التي تجعل المعادله 5 س تربيع زائد 4 س زائد كاف تساوي صفر، بيقول لي مركبين غير حقيقيين. ده احنا لسه كاتبين نفس المساله دي بس كان ايه؟ نوع الجذرين مختلفين، كان بيقول لي حقيقيان مختلفان، يعني كان المميز اكبر من صفر، هنا لا ده المميز اقل من
اقل مسافة. عاوز اشوف الناس اللي فهمت هتقدر تطبق الكلام دوت في المسألة دي ولا لا، واي حد عنده مسألة مش عارفها ولا حاجة او فكرة جديدة اكتبها لي في كومنت تحت، واوعى تنسى لايك وشير. اشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله.